السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم العجين ديال البيتزا بطريقة سهلة ومقادير مضبوطين، وكيعطيونا كمية مهمة. ممكن لكم ديروها هكا على شكل دي ميني بيتزا كيما صاوبت أنايا، أو الكبارين على حسب كل واحد والاحتياجات ديالو. عندي هنا هي المقدار ديال الطحين، عندي هنا كيلو إلا روب ديال الطحين يكون من نوعية جيدة، طحين ديال الفورس بطبيعة الحال. عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وعندي هنايا الملح على حسب الذوق، عندي معلقة كبيرة ديال الزعتر، وغادي ندير هنا معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت ديال العنبة، الزيت البلدية بطبيعة الحال. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. كيف كتشوفوا غادي نجيب انا هنايا العجانة، وممكن لكم تعجنوها غير بيديكم في الكسرية او شي حاجة. هنا غنديرو الطحين كامل، غندير عليه الخميره، تقريبا كاع المكونات غادي نديرهم، السكر والملح كنديروها غير في الجنه ما كنديرهاش فوق من الخميره. انا غنضيف هنايا الزعتر، غادي نحكو شويه بحال هكا بطبيعه الحال، محيدي ليه العواد والحجر الا كيكون فيه. صافي غادي نحكو باش غيعطينا مذاق زوين. وهنا نص كاس ديال الزيت البلديه ديال العنبه. صافي غادي نخدمو العجانه ديالنا، وغنبداو كنضيفو الماء يكون دافي. تقريبا راه زدت لي 4 إترو ديال الماء على حسب الطحين، داكشي ما عطيتكمش المقدار المحدد ديال الطحين، كيبقى كل ديال الماء كيبقى كل واحد على حسب الطحين اللي عنده. انا غادي نوريكم العجينه كيفاش خصها تكون. غادي نخليوه هنايا غادي تدلك مزيان مزيان بطبيعه الحال، لكننا كنعجنوها في بيدينا اولا في الكسريه. غادي ندلكوها شويه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. كيف كتشوفوا كتجي بحال هكا، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش ثاني رطبه بزاف مرخيه. صافي غادي نشدو نفس الإناء اللي عجننا فيه، غادي نديرو فيه شويه ديال الزيت باش ما يلصقليناش العجين ملي نبغيو نحيدوه من يخمر. وكندهنوا العجينه ديالنا بطبيعه الحال بالزيت البلديه. هذه العجينه ديال البيتزا كلها كتخدم بالزيت البلديه، ما كنديروش الزيت العاديه بطبيعه الحال، باش حيت الزيت البلديه كيعطيها مذاق زوين وكتولي هشيشه ملي كنطيبوها، ما كتجيش ملصقه ولا كتجي هكا رطبه وزوينه. هنا غادي نخليوها كتخمر بطبيعه الحال واحد الساعه على حسب الجو، كتخمر وكيضاعف الحجم ديالها كيف غتشوفوا هنايا معايا. انا من بعد ما خمرات مزيان، غادي نحيدوها من هذا الاناء هذا، وغادي نديرها في السطح ديال العمل اللي غادي نخدموا فيه بطبيعه الحال، كيكون نقي وتيكون ممسوح من قبل. غادي نجيب شويه ديال الطحين باش ما تلصقش لينا، غير شويه ما كنكتروش بزاف. كيف كتشوفوا خمرات مزيان والعجينه كتكون معجونه مزيان. فين غندوزو غادي نقسموها على جوج، اولا لا عندكم شي سطح ديال العمل يكون كبير كديروها طلقه واحده بطبيعه الحال. القطعه اللي بقات لينا غنقطع نغطيوها بداك السلوفان باش ما تقصحش لينا، هي لا قصحت راه ما كتبقاش زوينه، كتجي مشقه كتعذبكم في الخدمه. صافي هنا غادي نبداو كنطلقوها، كنرقوها ما تنخليوهاش ثاني غليظه بزاف ما رقيقهاش ثاني بزاف، باش ثاني في العجينه ملي كطيب راه كتنفخ شويه، واخا كنتقبوها راه كتنفخ شويه. يلاه كتجي في القياس هو هذاك. انا عندي هنايا كيلو الا روب ديال الطحين، عطاني 30 حبه اولا 32 حبه ديال ميني بيتزا. القياس ديال السيركل اللي غادي نخدمو به اولا الطابع 8 سنتيم، وانتم غادي ديروا الطابع اللي كيناسبكم طبيعه الحال. ممكن لكم ديروا قل، ممكن لكم ديروا اكبر، كما ديروا بيتزا كبارين. انا عطيتكم اساس ديال العجين كيفاش كيكون، وانتم غادي ديروا اللي كيناسبكم طبيعه الحال، الشكل اللي كيناسبكم. انا كنجيب هاد القطاعه هادي كندير لها الطحين باش ما تلصقش بطبيعه الحال. صافي كنبدا هكا تنقطع، كيف كتشوفوا راه القطاعه عندي كبيره راه ماشي صغيره، عطاتني 32 حبه. كافي كنستمر بحال هكا. كيف كتشوفوا العجينه ما خليتهاش غليظه، ما غليظاش وما رقيقاش بزاف. تاني الا جات ثاني رقيقه غتجي تولي يابسه وغادي تحرق لينا في الثياب. صافي هنا كنبقاو تنقطعو وتنكملو بهاد الشكل هذا. وهاد العجينه هذه اللي كتبقى كنجمعها بوحدها وكنغطيها ثاني في السلوفان، وكنخليها ثاني حتى كتخمر حتى كتطلق ثاني راسها شويه حتى بطبيعتها كتقصاح، وكنعاودو ثاني نخدمو بها، كنكرر نفس العمليه. من بعد ما طلقناهم كنديرهم في الطاوه وكنتكم هكا هي بفرشيطه اولا هذيك اللي كيتقبوا بها البيتزا راه غتلقاوها، انا ما متوفرتش عندي كندير غير فرشيطه، كنخدموا بهذاك الشيء متوفر عندنا.
الفران طبيعه الحال سخناه على درجه حراره عاليه، يعني ماكسيموم ديالو كنسخنوه الفوق والتحت، كنسخنوه من قبل. البيتزا ما كتبغيش الفران يكون بارد، او حتى كتخشيوه فيه عاد تشعلوه، ولا تيكون سخون من قبل. هنا صافي غادي ندخلوها كطيب تقريبا، غير كتشمع غير واحد شويه على حسب الفران، واش سخون بزاف ولا لا، غير كتشمع كتجمع راسها صافي، كتكون تقريبا طايبه نص طيبه. كتجي هي هذيك فاش كنديروا فيها الحشوه والفرماج، راه كتجي زوينه بزاف. هاد العجين هادي اللي عطيتكم ديجا كنت شاركتها معكم، وهي اللي كانت معتمده عندي، وبزاف ديال الاخوات داروها وشكروني عليها، ولات معتمده عندهم. ان شاء الله تعجبكم، بالنسبه للناس الجدادين تعجبكم هاد الطريقه هادي، حيت جاوني بزاف ديال التعاليق بغاو الطريقه ديال البيتزا، لا في الصفحه ديال الفيسبوك او لا في القناه ديال اليوتيوب. نتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم، ولا بغا كميه كبيره كيضوب المقادير بطبيعه الحال، كتحتفظوا فيها في المجمد المده اللي بغيتو ما كتخسرش. كتجبدوها كتعمروها مباشره كتخشيوها في الفران، ما كتستناوش حتى كتبرد، من المجمد كنعمروها وكنخشيوها في الفران. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. سلامه.